ما حكم الصور على ملابس الأطفال سواء للمخلوقات أو للأشكال الخيالية؟ ما يجوز تصوير ذوات الأرواح على الملابس ولا غيرها، تصوير حرام، ولا يجوز استعمال الملابس التي فيها صور ذوات أرواح من الآدميين أو من البهائم أو من الطيور، كل ما فيه روح تصويره حرام، ولبس الثوب اللي فيه الصورة لا يجوز لأنه استعمال للصور. وأما الذي عليه صور أشجار أو أشياء من غير ذوات الأرواح هذا لا بأس به. نعم.